أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. ولا تزال غزة تتألم، أهلنا هناك لا يزالون يواجهون بصدورهم العارية ترسانة دولة ظالمة، دولة أوجدت نفسها بالظلم والاضطهاد على أنقاض شعب لا يزال متشبثا بأرضه، يرفض الاستغناء عنها، يرفض الرحيل، يرفض كل مخططات التهجير. وإن تآمر عليه القريب قبل البعيد، وإن تآمر عليه الأصفر قبل من يحمل ذات لون جلدته. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد يسعدنا أن يكون معنا الدكتور يوسف شحادة، الشاعر الفلسطيني والأديب وصاحب الصوت الرخيم الأجش الذي لن يخلو صوته من المؤكد من الغضب والحزن على واقع فلسطين، كل فلسطين وليس غزة فحسب. أهلا بك دكتور يوسف معنا، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا بكم جميعا في كل الفيافي وفي كل البلاد العربية وفي كل سامعي الصوت لهذه الأذهان الفلسطينية التي تعانوا من الجراحات والأهات. حقيقة يا دكتور، كنا نود أن نستضيفك في ظروف أفضل، لكنها كذلك ظروف يعني لا تخلو من الكرامات، لا تخلو من البركات، هي ظروف لا تخلو من إثبات أن الفلسطيني لا يقبل الانكسار ولا يستسلم لكل دعوات الذل والظلم والاضطهاد. هي رسالة صوتية ولفظية وعاطفية تنبعث من قلوبنا معا لشعبنا الذي نحب من خلال هواء الرافدين، هذه القناة التي تبنت هذه القضية منذ انطلاقتها ولا تزال، ومع ذلك لا تزال مؤمنة تماما كإيمان الشعب الفلسطيني بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. قبل أن نتحدث عن غزة وفلسطين والضفة ووجعها وجرحها وغزة وآلامها، دعنا نوجز قليلا للمتلقي والمشاهد العراقي والعربي ونطلب من الدكتور يوسف شحادة أن يكلمنا عن نفسه قليلا. تفضل يا دكتور. أنا ابن فلسطين، هذه الأرض المقدسة، نعم، بزيتونها، بعنبها، برمانها، بما أقسم الله بها، يا سلام، من ديار. نحن أصلنا من الداخل مهجرين، نعم، آل شحي من سلمة، قضاء حيفا، قضاء يافا، نعم، هذا القضاء الذي يعني هو ما يسمى اليوم بفلسطين الداخل عام 1948. نقطن منطقة جنين، وأقطن أيضا رام الله، وجبت فلسطين بكفارها من خليلها إلى جليلها إلى غزة إلى رفح بكل ميادينها، لأسمع وأكتب سمات واتصالات هذه البلاد على لوحات كثيرة من البلاد ما نزلت فيها ضيفا، ومن البلاد ما نزلت فيها لكي أؤرخ تاريخها، نعم، ومنها ما نزلت فيها لأكتب عن سجاياها وأهلها وصفاتها، نعم. لذلك فلسطين هي عبارة عن درة التاج لمن يعرفون قيمة ما هو ذلك التاج وما فعله على رؤوس الملوك. دكتور يوسف، أنت الأديب الفلسطيني وتكتب الشعر كذلك، وقلت في معرض كلمتك بتعريفك عن نفسك قبل قليل إنك زرت غزة وأيضا جبت شوارع مدينة رفح. كلمنا قليلا عن أهل غزة، أكثر ما وجدته يميز أهل غزة حينما نزلت في ساحتهم ونزلت بينهم بكل بساطة وصراحة. ما أجمل طيب اللقاء في غزة وبساطة القلوب، ما أجمل الانبعاثية الموجودة لديهم، ما أجمل حسن الاستقبال، وما أجمل بشاشة كلامهم من قلوبهم. يا سلام. يقدمونك ما يقدمون بكل صدر رحب، يجدونك ليس ضيفا، يجدونك أخا، يجدونك عائنا، يجدونك كل شيء حينما تحل في ديارهم ولو كانت للمرة الأولى.
لمعرفتهم، وكأن هم يتسابقون يتزاحمون على لقاء القادم إليهم. من أطيب السمات بحرها يتسابقون لكي يطعمونك من ذلك السمك الشهي الذي يصطاد من تلك الديار. يا سلام، يقولون تعال معنا حتى نجوب كثيرا من المحلات، لا نجلس في محل واحد، نعرفك على كثير من الأشخاص لكي تكون المعرفة متوطدة بيننا، فإننا نحبكم وأنتم تحبون. يبادرون بإظهار الحب يا والتعريف سلام، بالحب من أنفسهم ومن قناعتهم. غزة، غزة يعني إن كتبت بكل الألواح فهي ليست 3 حروف، هي عبارة عن كتب كثيرة ومجلدات من الفخر والامتنان والقلوب الدافئة أحسنت. والقلوب الفاضلة والعقول الفذة في تفكيرها حينما يفكرون جانبا وأنت تبحث عن مسألة من المسائل نعم، أو دواخل من الدواخل لكي عظيم. تستجدي أمر تريد به إجابة. لكنها جريحة اليوم، شاعرنا دكتور يوسف. غزة جريحة، غزة تئن، غزة وحدها في ميدان الصمود، في ميدان إثبات الحق العربي، الحق الإسلامي، في ميدان إثبات الوثيقة الحيوية التي تكتب بالدم اليوم ويوقعها كل الشعب الفلسطيني الصامد على امتداد الخريطة الفلسطينية الواحدة. ليس أهل غزة وحدهم، وإنما أهل الضفة وكذلك أهل الداخل، وربما فلسطينيو الشتات كذلك. وربما هنا للتأكيد أن فلسطيني الشتات كل الفلسطينيين مع هذه القضية ومع هذه البقعة الصغيرة مساحة العظيمة أثرا. غزة جريحة اليوم يا دكتور يوسف. لذلك أخي مصطفى كتبت يعني قصيدة جديدة بعنوان لا أدري، تفضل. أقول فيها: تراب ضج في الأسر، وغزة منبر الفخر، ونبع العين متشح بدمع جله قهر. تجاوبنا رسائلكم بتنديد الهوى العذر، وشجب الثلة البيضاء ظاهرة من الفقر. ولا حول يقدمكم يا الله، ولا القرآن في الفجر، عروبتكم مسجلة بروعة سيد البشر، وأنتم أمسنا الماضي وفي تاريخكم ذكري. أنا الغزي مقدسنا، بهاء الصرح بالعطر، إذا نامت سواعدكم فمن يحيي بنو القبر. إذا ما اهتزت الأوطان ثائرة ترى نصري، رأيت الطفل متشحا بدمع بالدم العمري، وثكلانا مكبلة وتسألنا لما يجري. أليس بحلة الصديق يا ابن العرب مؤتمري؟ وتفجعنا مواقفكم أسم بالجفا يبري. ستسألكم دواخركم إذا ما قددوا صدري، وتسألكم ضمائركم إذا بنسائكم أمري. شواربكم مقيدة متى تهتز لا أدري. شواربكم مقيدة متى تهتز لا أدري، وكثيرون مثلكم لا يدرون. علك تعتدل بجلستك قليلا دكتور يوسف حتى تهدأ أصابك قليلا. أنا أعلم أن الحديث عن غزة ذو شجون وفيه الكثير يعني من العفوية المؤلمة، فيه الكثير من المشاعر التي يعني تنسكب ألما وهما وغما على شعبنا الصابر المحتسب هناك. إذا ما أردنا أن نتحدث عن فكرة أن هذه الأرض لا تقبل القسمة على اثنين، على هويتين، وحاشا أن يكون المحتل هوية أو أن يكون جهة يعترف بها، ماذا تقول في هذا الصدد دكتور يوسف؟ تفضل. الحقيقة التي أوزعها الله سبحانه وتعالى لهذه الأرض أنها يرثها الصالحون من عباده. حقيقة هذه الأرض أنها لمن صلح دينا ودنيا،
وحقيقتها أنها أرض المحشر والمنشر، وأرض الأنبياء، وأرض الصديقين، وأرض الصالحين، وأرض القداسة، وأولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين، وكنيسة المهد. كل مشاعر الدين فيها من معالمها، فهي لا تقبل إلا قسمة واحدة بهوية واحدة، هوية تاريخ عبر الآماد من العرب إلى العرب ومن الدين إلى الدين. فهي فلسطين التي كان بها البيت الأول للصلاة، وما زال البيت موجود، وما زال يؤمه الناس. لذلك هي شعار أول وأخير، فلا يقبل القسمة على محتل غاصب وعلى ظالم راهب. أرض لتعايش الأديان دائما ودائما. نقول أنها لعربنا، لفلسطينيين، لأصحاب الكتاب المقدس، وللحملة لقرآن الله سبحانه جل في علاه، الذين يسيرون على الأرض مطمئنين بأنهم مع الله. أحسنت كثيرا، لكن هل قدر غزة أن تكون وحيدة دكتور خليل؟ هل كتب لها أن تظل وحيدة في الميدان، أن تنزف منفردة، أم أن النزف يتجاوز الدم أحيانا إلى ما هو أبعد، شعور الأخ بأخيه، تقاسم الألم، فإن نصف ألم قد يكون أخف من الألم كله، ماذا تقول؟ وخصوصا أن مؤخرا تعالت بعض الأصوات التي تقول إن غزة وحيدة، وإن الضفة تركتها، وإن الداخل لا يهتم، وكل هذه الدعوات التي تدخل في باب التحريض والفتنة كما تعلم. والله يا أخي مصطفى والمستمعون والمشاهدون جميعا، إنا في الضفة ننزف دما من قلوبنا، ونقطر أعيننا في الصباح والمساء بكافة الدموع والهموم ومثل غزة لما أيضا تودعون في كل يوم الكثير من الشهداء. وأسرى وحواجز على الطرقات وإضرابات، ويوجد لدينا مستوطنون، ولكن ليس هذا، يعني ننظر إلى فاجعة كبيرة، والأسر الموجودين به نحن وهم حال دون أن نكون معهم، نعم، وأن نكون في ضيافتهم، وأن نكون ساعدا لهم، ولكن أحسنت. بقلوبنا وبكل أسماعنا وبكل أذهاننا معهم قلبا وقالبا. لا يفرق بين الضفة وغزة، لا فعلا فرق بين ميمنة القلب هو وميسرته، لا وطن فرق بين واحد لا يقبل التجزئة ولا يرضى التقسيم، وإن وضع الاحتلال العراقيل والحواجز وفرق بين شمال الوطن وجنوبه إلا أنها لحمة واحدة لا ترضى الضيم ولا تقبل الانفصال ولا تخضع لقوانين المحتل. غزة والضفة والداخل وكل الفلسطينيين، الكل الفلسطيني في كل أماكن وجوده هو الذي يضع قانون الوحدة الفلسطينية، هو الذي يضع قانون الترابط الدموي الفلسطيني والمجتمعي، ويأبى أن ينصاع إلى كل القرارات الإسرائيلية التي تسعى إلى تفسيخ هذا النسيج المجتمعي. عن فكرة أننا نسيج قضية واحدة يا دكتور، تفضل. كل المعتقدات الموجودة الآن على الشعب الفلسطيني، لأنهم لم يستطيعوا أن يلبسوا تلك العباءة الفلسطينية، فعلا ولم يضعوا ذلك الساعد الفلسطيني، ولا يقدرون على محاربة العدو كفلسطين، فجربناهم في السابق ونجربهم اليوم. وفلسطين ما زالت ثابتة، 100 من الأعوام مضت على نزاعات كثيرة في فلسطين، وما زال أهلها ثابتون ويتقاسمون مر الحياة وحلوها في أحسنت. شرقهم وغربهم، شمالهم وجنوبهم. لذلك في يوم من الأيام كانت هذه الهواجس كثيرة من قرارات من الناس الذين يتعدون في الصباح والمساء ويقسمون البلاد، هذا شمالي وهذا غربي، هذا ابن الحارة الفوق وهذا ابن الحارة تحت، وهذا ابن غزة ورام الله وما إلى ذلك. فقلت قصيدة لي تفضل اسمها قرارات، حتى لي أن أقولها. تفضل يا دكتور. أقول فيها: محظور يا وطني يوما أن رجل بامرأة يجمع كي ينجب طفلا قدسيا يضرب أحجار المقلع، محظور يا علمي يوما أن تبسم عينك كي ترفع، يا كل العالم محظور أن يقتل طفل بالمدفع، محظور أن أبكي جرحي أو تبدي مرآتي إصبع، نص المحظور يزلزلني، أو كان المحظور لأخنع. يا الله،
لن يبكي قلمي من جحد، لن يركع طفلي لن يركع لو كان المحظور ظلام، أشعلت النور لكي أطلع، لو كان لمحظوري سحب لحرقت الوادي كي تقشع، لو كان لمحظوري ريح لبنيت السد لكي تدفع، لو كان لمحظوري ظلم لوجدت الحق لكي أرجع. الله. كل المحظور محظور في نص العاقل أن يسمع، قلب الصنديد يؤرقه، ما بال العالم لا يسمع، أو مات النور بساحتنا، أم دك الطغيان المخدع، أو صار الذل بطابعنا، محظور غيره أن يتبع، محظور المحظور ينادي، يا نسر الدولة لا تخضع، فليبكي غيرك من ألم ولتبسم فخرا لا تفزع، فسيأتي محظوري يوما كي ينصب صرحا بالمدفع، وسيأتي جند جندهم رب الأوطان لكي ترجع، ولعلنا اليوم في جند نعيش جندهم هذه الله. اللحظات الممتلئة فخارا وعزة، وإن كان والله الاحتلال يصبغها بالدم إلا أن الحقيقة لا يمكن تغطيتها بغربال. فاليد الفلسطينية صاحبة الحق والقوة باغتت الاحتلال في عقر الدار الفلسطينية، في عقر الدار المحتلة اليوم الحرة قريبا بإذن الله، وأسقطت كذبة أنهم جيش لا يقهر. يا هؤلاء الجيش الذي لا يقهر، قهرته غزة، قهرته الضفة، قهره الكل الفلسطيني، قهره الرضيع الفلسطيني الذي يأبى أن يخرج من هذه الأرض، ومات وهو لم يزل ابن الأيام السبعة. دكتور ابقى معنا، متواصلون أكيد، والآن سنخرج إلى فاصل قصير أعزائنا المشاهدين، بعده نواصل ما بقي في هذه الحلقة، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. أعزائنا المشاهدين أينما كنتم، نجدد ترحابنا بكم ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا في هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. معنا شاعر فلسطيني، شاعر تجرع مرارة الفقدان، شاعر لا يرى وطنه هو المنطقة التي يعيش فيها فحسب، وإنما يرى الوطن من منظور تاريخي، يرى الوطن فلسطين التاريخية التي لا تقبل أن تنقسم إلا على أهلها حتى تجمعهم من جديد. معنا الدكتور الشاعر يوسف شحادة، أهلا وسهلا بك دكتور، حي الله بك وبالضفة كلها وبأهلنا في رام الله وجنين ونابلس وكل فلسطين بمدنها وأقضيتها وقراها. كلمنا قليلا عن الضفة في هذه الأيام وغزة تنزف، صف لنا الحال والحياة هناك وإن كان الحال يغني عن المقال. والله كثير من الناس ما ينظرون وكأن الحال أن الضفة بعيدة عن غزة، نعم، بالأذى والدمار، ولكن نعاني ما نعاني داخل الضفة من مستوطنين يقطعون الطرقات، من احتلال فعلا يقتل على الطرقات من غير أسباب، من حصار، من تقطع في المدن، من حوادث كثيرة، من إلقاء علينا الفلفل والدمار القائم، من الحبس، من الاعتقالات الصباحية والمسائية، من القصف من كل أحيانا شيء، من القتل على الهوية، من الأسر، نعم، من الاعتقال. ما يجهله كثير من الناس أن الضفة الغربية أيضا تعيش حصارا لا يختلف كثيرا عن الحصار الذي تعيشه غزة. دكتور يوسف، حقيقة إن كان هنالك فارق هو فارق مكاني، ولكن أن الفارق المعاملات والنظرة الإسرائيلية هي نظرة واحدة، نعم، لأبناء الضفة وأبناء فلسطين كاملة، سواء الموجودين في الداخل، الموجودين في الضفة، الموجودين في غزة، هي نظرة محتل محتل، هي نظرة تقول أننا لا نريد أن تتواجدوا من حولنا، نظرة اضطهادية، نظرة أبرتادية، نظرة تريد التقسيم، نظرة تريد الفرقة، نظرة قائمة على حرقك وقتلك. فعلا. متى فكرت في أرضك؟ متى فكرت في زرعك؟ متى فكرت في أهلك؟ يقومون عليك
لكي يقتلونك، لأنهم لا يريدونك أن تفكر في وطن، فيريدون وطنك وأهلك وزرعك خدما تماما. عندهم. هم لا يقولون أراك فليعلم الفلسطيني، هم لا أنك عدو يوجهون لهم. رسالتهم للفلسطيني فقط، وإنما يقولون إن العربي الجيد هو العربي الممدد في قبره، هكذا ينظرون إلى الكل العربي وليس للفلسطيني فقط، ما يثبت أنهم يتجاوزون بحقدهم الفلسطيني وإنما يحقدون على العرب أجمعين وربما المسلمين كافة، وهذا يثبت أن على العرب جميعا حق الولاء لهذه القضية، الوفاء لهذه القضية، أن يظلوا حولها ويناصروها بما يستطيعون. الأصعب في هذه الصورة أن قياداتهم العليا تقول أن فلسطين مرآة للشعوب العربية. نعم. علينا تكسير هذه المرآة حتى لا يرون ملامح وجوههم. فمن أراد أن يرى ملامح وجهه من الدول العربية، كان فيه من معالم الكرامة والقيادة والطهر وما إلى ذلك، سينظر إلى فلسطين وسيأتي إلى فلسطين. كل بوصلة لذلك لا أوجه، تشير إلى القدس بوصلة مشبوهة. أحسنت نعم، أحسنت دكتور يوسف. خذنا إلى قصيدة جديدة أو غضب من نعم، نوع آخر. تفضل دكتور يوسف، نحن نود أن نسمع قصيدتك الجديدة. حقيقة في القديم كنت قد كتبت كتابا اسمه وطن في الملفات، وهي مسرحية شعرية نعم عبرت فيها هذه المسرحية كلها أشعار عن معاناة الشعب الفلسطيني، وكأني ما زال الواقع تفضل اقرأ لهذه علينا بعض ما جاء فيها. منسدلا إلى الآن. يعني هي قصة، يدخل حسن على قاعة المسرح أقول ويقول: يا قدس، أين منارة الزمن الحزين؟ فالفجر يهدي لم تحالفه الظنون. تدخل حبيبته عائشة لتقول: الكل يبكي والعرين هو العرين، وأنا عروسك والفؤاد هو الحزين. يقف الاثنان وكأنهم يودعان شمس بلادهم، يقولان: يا شمس، هل إشراق فجرك غائب؟ أم هل طوته بظلمها أم السجين؟ فيلتفت حسن حبيبها إليها قائلا: لابد للقاضي اللجوء. فربما عائشة تقول له: لا، لن يجيبك من سراياه القتيل، إني سمعت بأن جرحا في الحشا وجدار داره لم يفارقه العويل، إذ مات طفله عند محكمة الحياة، والليل يسجن مهجة الأسد الأصيل. ويأتي في هذه النزاعات الكثير من الشخصيات التي تدخل: السياسي المتغرب الذي هو حسام، وقد أضنقه حال البلاد فبدأ يسكر لكي ينسى أحوالها، لكي ينسى مصيبة فلسطين نعم وهمها وتخاذل الآخرين عنها. يقول لحسن: لماذا تبحث؟ ماذا تقول؟ فإن دهرك ذو محن، اسكر فسكرك لن يعارضه الزمن. يا الله فحسن يقول لعائشة، يقول: هذا سياسي ومهجته انطفت، إذ مات قلب واللسان به انبرد. فعائشة تقول: لا تحسبن غريبة سكر الورى، رضيت الدويلة والحكومة قد رضت. حسن يقول: إني أبكي جرح شفاها لفتاة أصيبت أمامه وتعثرت، إذ مات أخوها وأبوها ومحمد زوجها قد مات، باتت ترثي كل ذويها. من الكلمات التي أؤرخها في هذا المعلم، وهي من عام 2001 وما زالت معالمها يعني كامنة في هذه الأوقات، أقول لما حسن يسأل يقول: ماذا عن الجمع الذي قد جندوا وبدوا قراقصة تصفق باليد؟ القاضي يقول له: إن العدو له المخارز عدة، إن المخارز لا تلاطمها الكفوف. فالدين أصبح في إجازة مرهق، قد ضاق منا بالمسير وبالوقوف، ولكننا سنعود دائما إلى النهايات التي نتمناها في هذه القصيدة، ونقول: اللهم آمين. جال في صدري جريح باكي عاري، فقد ظلموا قضيتنا وقاد الملك غداري، ألا أدعو لنصرتك شريعتنا من النار. يا سلام. سئمت عذيبي بجلاد ومنشاري، وعشت أقلب الذكرى وجند الحق متواري، فمن للحق ينصره ومن لسفينتي ساري؟ ألا
ألا أدعو لنصرتك شريعتنا من النار، كتاب عطلوا حكمه وصاروا يهدموا داري، فقد قالوا بأنهم دعاة النصر للجاري، فقد جاؤوا وقد ظلموا وقد سدوا هوى داري. سؤال جال في صدري جريح باكي عاري، أنا الإسلام لا أفنى، وإن باعوني تجاري سأبقى درع مؤمنكم وأبقى الضيغم الضاري. سؤال جال في صدري جريح باكي عاري، ما زال السؤال جريح باكي عاري، ولكن الله سيأذن لهذا السؤال بالإجابة القريبة إن شاء الله، بإذن نصر الله من الله وفتح قريب. دكتور يوسف، ذكرتني بشاعر من شباب غزة، هو المهندس تامر نصيو، تامر مقداد، نسأل الله أن يحفظه ويحفظ أهله. كتب مسرحية شعرية على ذات المنوال اسمها نداء الدم، يصف بها فكرة أن الانقسام وهم لا يصدقه الشعب الفلسطيني، وهذا الدم حينما ينزف لا يفرق بين مقاتل من فتح أو مناضل من حماس. فقال في حينه: طائرة استطلاع قصفت سيارة نقل مدنية، السائق وامرأة نجيا وأصيبت بالقصف صبية، قال السائق ركبا معنا ونقاش دار بحرية، كانا من فتح وحماس لكن من غير العصبية، واختلطت أشلاء لهما ودماء بالمسك زكية. هل تقدر فتح أن تفصل قطرات الدم الفتحاوي؟ وحماس هل تفصل يوما؟ وحماس هل تفصل يوما قطرات الدم الحمساوي؟ وخجل اليوم لما نحيا ولهذا الوضع المأساوي. مدوا أيديكم للصلح وانسوا الأحقاد وكونوا للناس أبناء الياسر يا فتح، أبناء الياسين حماس، فالوحدة درب وأساس وبوجه العادي متراس. ما الذي تريده غزة لتبقى عصية؟ دكتور، من وجهة نظرك ومن منظورك الخاص كمتابع وكفلسطيني، ما الذي تحتاجه غزة اليوم حتى تتعافى من أوجاعها؟ الأصعب أنهم يعلموننا اليوم أننا نحتاجكم فقط أن تكونوا معنا بالدعاء. الأصعب الله. أنهم لا يطلبون حاجة ولكنها تحتاج، وتحتاج كل عربي، تحتاج كل موقف، تحتاج كل رجل يؤمن بالقضية، تحتاج كل فكر يحرك ذلك الفكر، تحتاج كل ساعد، تحتاج كل مساعدة، تحتاج كل نظرة عميقة لهذه الأرض التي تأذت من ظلام الإنسانية، ويح هذه الإنسانية التي اكتشفت أنه عندما سقطت تفاحة لها جاذبية، وأنما عندما سقط آلاف الشهداء فلم يعرفوا ولم يكتشفوا الإنسانية. يبدو أن الإنسانية حكر على اللون فقط، فحينما يكون اللون الأشقر حاضرا في الصورة تحضر معه الإنسانية ويحضر معه المتعاطفون من هنا وهناك، ويكثر المطبلون ويكثر المنادون بهذه الحقوق، لكن حينما يتعلق الأمر بالدم المسلم المسيل هناك في قطاع غزة، هناك في الضفة، في العراق، في سوريا، في أكثر من قطر عربي، لا نجد من يغضب لهذه الدماء ولا من ينادي بنصرة الإنسان المظلوم. سنواصل معكم دكتور يوسف، لكن لابد أن نخرج الآن من جديد إلى فاصل قصير. أعزائنا المشاهدين، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا، سنعود بعد قليل. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، وما زلنا معكم، وهذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيد، هذه الحلقة التي تأتيكم من خلال قناة الرافدين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهل قطاع غزة وكل فلسطين. هذا المشهد الذي يعزز فكرة أن أصحاب الأرض هم أصحاب الحق التاريخي، ومهما بذلوا من تضحيات فإنهم الأثبت فوق أرضهم، لأنهم الدليل الحي المؤكد والمتيقن من صدق ذاته، من صدق انتمائه، من صدق
ثباته فوق أرضه هم الدليل الأبدي على أنهم أصحاب الأرض، وأن الاحتلال إلى زوال حتى وإن ناصره كل عتاولة الظلم وأقبية الظلام في هذا العالم الذي للأسف لا يعترف إلا بمنطق القوة والظلم. لكن المأمول أن تتوفر العدالة يوما وإن من السماء، والسماء لن تتخلى عن الذين يؤمنون بها. الله لن يترك أهل غزة ولا كل الأحرار الذين يأملون من الله أن يكون لهم عونا وناصرا ونصيرا حينما عز النصير. من جديد إليك دكتور يوسف، ما هي أهمية العمل الأدبي في وقت الأزمات والحروب؟ الدور الذي يلعبه المثقف في مثل هذه الأيام؟ أصعب الحلقات دور المثقف. نعم. الحلقة التي يجب أن يقوم بها هي حلقة كشف الستار. نعم. حلقة انبعاث فكري، حلقة الربط بين الناس، حلقة الوئام، حلقة نقل الصورة. هذه الحلقة يجب أن تكون عن علم وعن دراية وعن تمكن وعن وطنية بداية. فإن كان المثقف هذا لا يدري ما هو الواقع وقد غرر به، أو أن هذا المثقف قد اشتري وبيع إلى فلان وفلان، أو أن هذا المثقف تجري همومه بداخله ولا يجري همه على الآخرين، أو أن هذا المثقف كان كما يراد له عارفا في الواقع يريد أن يتواءم مع الناس ويريد أن ينقل الصورة. وظيفتك أيها المثقف أيها المتعلم أن تبرق الأمل في القادم. لا يأس مع هذه الصفات وهذه السمات، إننا نعجز. أمة تنجب وتنجب من؟ تنجب أمثال صلاح الدين، وتنجب أمثال محمد الفاتح، وتنجب أمثال العابدين الراكعين الساجدين. نعم. تنجب المتعاونين، تنجب المحافظين على الشرف. لن تعجز هذه الأمة، عليك أن تحمل هذا. أحسنت كثيرا دكتور يوسف. في زمن العالم لا يحترم به قانون إلا قانون القوة لا قوة القانون، في هذا الزمن ينبغي على الفلسطيني أن يبدو وأن يكون في حقيقة نفسه أكثر تمسكا بقضيته العادلة عن قضية فلسطين في هذه الأيام العصيبة التي تمر على غزة والضفة، وربما هناك في الداخل الفلسطيني كذلك. ماذا تقول عن هذه القضية المباركة بكل عفوية؟ أقول للجميع بدل أن تهرعوا إلى المحلات لكي تتقاسموا زادكم في داخل بيوتكم، تقاسموا المحبة في شوارعكم، تقاسموا الزاد بينكم، تقاسموا الوطن بينكم، فإن هذا الوطن خلق من خالق السماء وسجل على أسمائكم. أنتم المرابطون، ستحاسبون، أنتم الذين وكلكم الله الأمر، وهذه رفعة، وما أعلى من ذلك المقام إلا مقام الصالحين والصديقين والأنبياء. يا سلام. وكان لكم أحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم خير الشهداء منكم، فعليكم أن تكونوا بهذا الواقع حاملين. أقول يعني هذه الكلمات وقد كتبت يعني عبارات. تفضل. تقول للناس كلكم قادمون إلينا، صور وطائر الفينيق، ظلام ومركبة على الطريق، إسعاف لا يحمل لوحة أرقام، شمس باكية وقمر حزين ولؤلؤة البسمة مكبوتة، فأي حال تسألني عن؟ في السماء أكفان العودة، نزاع الشطرنج مالكه خفي، اللاعبون شربوا القهوة، النتائج قبل البدء، رغم سيطرتك على إدراكك لم تفهم. قدر زعمناه على أنفسنا، سوسنة تتفتح ولم نزرعها، صور وطائر الفينيقي منذ آلاف السنين يجوب
بلقيس وسليمان، موسى، فرعون، ملك وشعوب، عجوز شمطاء وحجارة مقدسة، إلى أين يا جدي؟ سؤال يطرح على الطاولة. من يسأل عن جوع طفلي؟ من هنالك رسالة تقول: كلكم قادمون إلينا، نحن أرض القدس. يا سلام يا سلام، ما أجملها كلكم من قادمون إلينا، أمنية، ما أجملها من رؤية نرجو أن تتحقق. هذا المشهد الكرنفالي البانورامي الاحتفالي العظيم، مشهد دخول الفاتحين من كل الأقطار العربية، من كل الدول الإسلامية، وهم يزورون فلسطين، كل فلسطين، لا يبعث على البهجة فحسب، وإنما يجعلنا نتثبت ونستيقن من فكرة أن هذه الأمة لا تقوم إلا إذا اجتمعت على فكرة واحدة، على قضية عادلة. وأنعم بهذه القضية، قضية المظلومية، الظلم الذي يقع على الكثير من العرب. الانتصار للمظلوم هو الذي يعزز فكرة مصافحة الشمس، وهو الذي يقودنا إلى الفجر النقي الذي يليق بنا ونليق به. دكتور يوسف، لو أردنا أن نطلب منك شيئا ربما كان موجعا، ألا وهو أن تؤدي برسالة على الهواء إلى صديق لك من غزة، كلمه كما لو أنه يتابعك الآن، يحاورك الآن، يهاتفك الآن، من قلبك ماذا تقول له؟ ولك أن تصرح باسمه إذا أردت. إليك أيها الغزي، يا صديق الروح، يا منبت العراقة، يا تاج الرؤوس، أفتخر بأنني أتحدث معك وأسمع إليك. أفتخر بأن هواجسك اليوم هي مصدر الفخر لدي بأني حييت إلى هذا الزمان. أفتخر بأنك على أرض أسأل الله لك التمكين فيها، وأسأل الله لي أن أكون معك مرافقا عليك. أيها الأخ الحبيب، إن كنت جوعانا فإن قلوبنا تتقطع، وإن كنت عطشانا فإن أمعدتنا تتشدق لهذا العطش، وإن كنت في ظلمة فنسأل الله سبحانه جل في علا أن يجعلنا أنوارا قادمين إليك. ماذا بيدنا عليك، ولكن نقول دائما أننا معك، روح واحدة، وإن انقطعت الأجساد بها، وإن حصرتها الأجساد بين ضفة وغزة، فإن روح واحدة نخاطبك على مسمع العالم، نقول لك لبيك فداك ونحن معك. فنحن لسنا اثنين لكي نتعاضد، إنما نحن واحد. قد جزأه عدونا إلى قسمين، ولكن ما زالت روحه تصل بين القطارين. على هذه الرسالة تصل إلى الكل الغزي، وليس إلى صديقك فقط، لأنها بصادقية بمصداقيتها وبما فيها من إنسانية وبما فيها من إثبات فكرة أننا أبناء جلدة واحدة ووطن واحد ودم واحد، إنما تعزز صمود الذين يحتاجون كلمة ربما تعينهم على الصبر هناك في قطاع غزة الذي ينزف على مدار الساعة. دكتور يوسف، الاحتلال الإسرائيلي ترهبه الكلمة، يخيفه القلم، ويغلبه الأديب الشاعر، ولولا ذلك لما قتلوا الكثير من الشعراء في الحرب القذرة التي يخوضونها ضد المدنيين العزل هناك في غزة، حينما عجزوا أمام المقاومة على حد ذكر أهلنا هناك، وكما رأى العالم وكل العالم بأعينه، ماذا فعلوا؟ ذهبوا ليفرغوا أحقادهم في المدنيين من أهل غزة، الرضع والصغار والنساء والعجائز وكبار السن. وكذلك لم يخلو الأمر من استهداف الأدباء، الشاعر محمد صالح رحمه الله، وهناك شاعر أظن اسمه محمد أبو شويش، والشاعرة هبة أبو ندى. هذا الاستهداف للأدب والأديب يثبت أيضا أن الشاعر على ثغر من ثغور هذه الأمة. يعني الشاعر هو لسان المحارب. إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لحسان: نافح عنا يا حسان، الله، يعني دافع.
وكان شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاعر صلى الله عليه إذا وسلم. قام بواجبه الحقيقي فهو لسان هذه البلاد. نعم. الشاعر بقلمه والكاتب بمحبرته وروايته وأدائه كلهم جنود وأسلحتهم قوية، كلم اللسان لربما يكون يا صديقي في كثير من الأحيان أنكى من كلم السنان فعلا وله واقعية جذب على العالم. لولا اللسان المفصح والمعبر لما بدت الصورة، ولولا هذه التعبيرات وأنها تجرحهم لما قتلوا الكثير منا. لذلك نقول دائما أننا نرجع إلى هذا الوطن بكل سواعدنا لنأخذ منه عتادنا وعزيمتنا. ولعل ما أحب دائما أن أقوله للناس هي كلمات بسيطة عما يقال، تفضل. كلمات تقال بها أوجاعنا. أرض القدس سجلها إلهي بين أسطرنا، فإن طرتم على سحب وأمطرتم محاجرها فلن تلقوا أصابعها ولن تلقوا نوابضها، يا الله. تلقوا سوى قصف يدمركم ويخضعها. فذا أسلوبنا دوما فمن للقدس يرجعها، وذا أسلوبنا دوما فمن للقدس يحرسها. هذه الكلمات بين النزاع بين الحارس والمستعبد، نقول للناس دائما إن كانوا قتلوا أطفالنا فإننا ننجب الأطفال لهذه الأرض المصرحة، يا سلام. وإن أعجزوا سواعدنا فإننا نطلق أرواحنا لكي تدافع مع ملائكة السماء عن أرضنا، وإن كانوا يريدون قتلنا فخير الشهداء فالقادمون على هذه الأرض سيرفعون اللواء. كفوا أحسنت. هدرا جد، أرض راحت أرض تعد، طفل قتل ليس يعد، بيت هدم سوف يرد، فاستمعوا فوق الطاولة هذا شيء فيه الحد. هذا سيف فيه الحد. دكتور يوسف، وقبل الختام أريد منك رسالة صريحة واضحة عفوية من قلب مجروح، من قلب ذي تجربة. أريد منك رسالة للكل الفلسطيني من أجل الحفاظ على فكرة الوحدة الفلسطينية فعلا لا قولا، خصوصا في هذه الظروف العصيبة التي يعيشها أهلنا في غزة والضفة الغربية. إلى أبناء شعبنا جميعا أقول لهم عليكم أن تتوحدوا، والله فرقنا العدو ومتع بنا كل أنظاره حينما رآنا نقول فلان من الشرق وفلان من الغرب، ونقولها دائما دم واحد وبلد واحد وفلسطين واحدة، يجمعنا الكثير ولا يفرقنا شيء مطلقا. فإن الأرض أرضنا، وإن الماء ماؤنا، وإن الشراب شرابنا، وإن الزيتون زيتوننا، ولن يقطف زيتوننا إلا أيدينا، ولن نسمح لغيرنا أن يقطفه. فعلينا أن نتعاون جميعا من الصغير إلى الكبير، من القائد إلى أصغر حارس، من العامل إلى أصغر تاجر وأكبر مناضل، كلكم يجب أن تتعاونوا على أن تتوحدوا في هذه البلاد لكي تحافظوا على ثباتكم. تقاسموا أكلكم، تقاسموا جرحكم، تقاسموا ماءكم، تقاسموا دماءكم، تقاسموا فرحة وجودكم فوق أرضكم. أنكم مرابطين سيحرر الله ألسنتكم وأعناقكم وأفكاركم ويحرر لكم أرضكم إن كنتم كذلك. لذلك أي لسان يأتي إلى الفتن والفساد فلتقطعوه، وأي رجل يقول كذا وكذا فلتخرسوه، وأي كم يقول أننا متنافرين في جهتين متعارضتين يقول له هذه البلاد لا تقبل القسمة إلا على الرجال الصادقين، رجال فلسطين، إنا فلسطينيون من المهدي إلى اللحد. شكرا جزيلا، سعدنا بك في هذه الحلقة من بيت القصيد دكتور يوسف شحادة. وصلنا إلى الختام، في الختام ماذا تود أن تقول؟ أقول لكم جميعا ولبلاد الرافدين ولهذه القناة الجميلة ولكل الدول العربية أيضا، أيها الشعوب التي تقاسمنا معها المشارب والمآكل،
وقد تقاسمنا معها الهموم، ونحن من المحيط إلى الخليج عرب واحدة بدين واحد. نقول لكم نرجو الله لكم أن يعيدكم إلى سلامة وإلى غنيمة، وأن تستيقظوا جميعا لنكون معا في عز واحد، في قلب واحد، في بلاد واحدة. نسهر في القدس نصلي، بإذن الله. ونذهب إلى أرض الكنانة لكي نسهر، ثم نذهب إلى السودان لكي نفخر ونجوب كل البلاد بطهرها، لكي نتذوق بمزاياها وسماتها وصلاتها واتصالاتها من شرقها إلى غربها. فكلنا لسان الضاد يجمعنا فما فرقنا، ولسان الدين يجمعنا فما فرق أحوالنا. تجمعوا تجمعوا، فإن القادم صعب إن كنتم فرقا. ولذلك أسأل الله أن يجمع القلوب كلها صغيرها وكبيرها بإذن الله، من شرقها إلى غربها ومن كل الدول. ونقول لهم سلام الله من أقصى إلى الأقصى، ومن تركوا لنا الأقصى، لنا الأقصى ولكم، ولسنا ننافسكم عليه، ولكن الله قد أولانا قليلا من ذلك، فشاركونا في ذلك الولاء بإذن الله. وهم على ذلك قائمون قيمون، وفي سبيل القدس منافحون، ومن أجلها يكافحون، وحتما على أبوابها قريبا واقفون. شكرا لك الشاعر الفلسطيني الدكتور يوسف شحادة. مشاهدينا الكرام، غزة عصية على الانكسار، وكذلك الضفة التي تحمل رسالة الداخل الذي لا يتنازل عن الأرض التاريخية، ويبقى الدليل الحي الموجود على عروبية الأرض وإسلاميتها. هذا الداخل الذي له امتدادات منتشرة في شتى بقاع العالم، ما يعني أن الشتات الفلسطيني سيجمع نثاره يوما في فلسطين التاريخية، يوم يكنس الغزاة بأيدينا العربية، بالأيدي المتوضئة الإسلامية، بوحدة الأمة مجتمعة دون فرقة. هذه الأمنية هي وعد الله اليقين الذي سيتحقق على أرض الرسالات، بوابة السماء فلسطين التي لا تقبل القسمة إلا على أهلها، فلسطين التي تلفظ الخبث، فلسطين التي لا تقتنع ولا تعتقد باحتلال رازح على صدرها، وحتما ستطرده وإرهاصات خروج هذا الاحتلال الغاصب واندحاره أصبحت حية يبصرها العرب في كل مكان والمسلمون في كل أوان. والفلسطيني الثابت على نهجه وعلى دينه وعلى عقيدته وعلى حبه أمته يدرك أن عليه حملا ثقيلا، ألا وهو إثبات عروبية وإسلامية هذه الأرض، وهم على ذلك قادرون وعلى الحق ظاهرون، كانوا ويظلون. إلى اللقاء.